مشاهدينا هسه ويانا بالفقرة الفنية الختامية لرابع أيام العيد المطربة التونسية إيمان آدم، حتى نسمع وتسمعنا أجمل الأغاني العراقية والتونسية احتفال واحتفالات بهذه المناسبة، وخاصة بأيام العيد احنا نحب نسمع الأغاني. أكيد يا كريستينا، نورتنا بالاستوديو صباح العيد فنانتنا إيمان اللي نرحب بها هنا بين أهلها وناسها، ونحب أنه يكون ويانا بالعيد طبعا بنكهة تونسية. يسعد صباحك وكل عام وانت بألف خير. صباح النور، صباح الخير عليكم، إن شاء الله يسعدكم بالعيد وعيد مبارك عليكم، وينعاد عليكم بالخير والصحة وعلى كل الأمة الإسلامية يا رب. حبيبي طبعا بالبداية حابة أعرف من عندك تونس شنو هي التقاليد بالعيد، شنو تسمعون من الأغاني؟ أكيد أول شيء تحكي لنا عن التقاليد وبعدين نسمع الأغنية. يا حبيبتي أنا أصلا يوم العيد لأنه لحالي أول مرة عديته نايمة. يلا احنا وياك حبيبتي. أكيد احنا بالعيد طبعا يعني بتونس هو كل بلد واجواءها يعني، بس تقريبا طقوس. متقاربين بنفس الشيء يعني. شنو الطقوس اللي انتم معروفين بها؟ المعروف بها انه نحن في عندنا قبل العيد طقوس، بعد العيد يعني مثلا قبل العيد هذول 3 أيام صيام، شويه هيك ملتزمين يعني بالاشياء، تحضيرات ليوم العيد. مثلا عندنا اكلات معينه نحضرها يعني قبل بيومين، قبل مثل السلطه المشويه وهي كل شيء. يوم العيد مثل كل العالم يعني، هي صلاة العيد الصبح بعد تصير الإذحى وكلنا نتلمد ومشاوي وكل شيء. شنو فطوركم يكون الصبح؟ احنا كاهي وقمر، انتم شنو؟ احنا فطور الصبح مثلا ما اعرف اذا سميت لك اياها ما راح تعرفيها يعني. صدق؟ شلون الطحين ويصير يسموه احنا عصيده يعني. عصيده؟ اي عصيده. هي شلون تكون هي بالعسل وال وهي، وبعدين نبلش يعني. طيب شنو مشاوي بالعيد؟ طبعا انا كمواليد 89 والحمد لله متعوده من انا صغير كله. حبيبتي متعوده من انا صغيره دائما اسمع السيده نعمه الله يرحمها، عندها الله اغنيه يرحمها. هي اللي نسمعها يعني ليله عيد ليله عيد. مقطوعه لازم طبعا. طبعا الليله عيد الليله عيد الليله عيد الليله عيد، فرحة فرحة والعمر جديد العمر جديد العمر جديد، ربي يتم علينا فرحنا ونجمع شملنا سنة وسنة، في ليلة زينة يهب الهنا، في ليلة زينة يهب الهنا، الليلة 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 صدق يعني عيدنا بنكهة تونسية يعني. لا أنا ما عندي فرق يعني، كمان هون عندي أصحابي وأحبابي. لا أكيد أنت مثل ما قلنا أنت بين أهلك وناسك ماكو أي فرق. طيب هم أنا حابة أسأل حضرتك، أنت يعني خلينا نقول نرجع على ذكريات الطفولة بتونس وأيام أعياد ولمة الأهل والأقارب، همينك أنتو مثلا لحد الآن أكو شغلات لحد الآن باقية ببالك، أو مثلا أغاني ما عدا هاي اللي هسه أنت سمعتينا دائما كان عندكم أجواء مثلا أنتو بيناتكم تسمعوها؟ إيه عنا يعني، حتى أغاني دينية كنا نغنيها يعني. هواية كنا نغني أغاني دينية. حلو. وأنا يعني كنا قبل أكثر شيء نتلمد الصبح، خاصة يعني إن الروح إصرار إن الروح كنا على صلاة العيد، هي لازم يعني. صح أي. إحنا هنا من وبالليل نبقى سهرانين، تعرفين عطلة واللي كانت عطلة دراسة واللي عطلة إيه، فعلا نظل الصبح كنا سهرانين ونزين الخروف وهي الطقوس مالتنا. حلو يعني. حلو. طيب بتونس يسمعون الأغاني العراقية؟ مثلا بالعيد إحنا عندنا يعني هواية همين أغاني بالعيد، يسمعوها هناك لو لا؟ والله حسب صراحه يعني، كاغنيه عراقيه يعني مو للعيد. لا اغاني عراقيه مسموعه كثير بتونس يعني حبوها. بشكل عام غير انه مناسبات طبعا مسموعه، لانه نحن الفن العراقي مو اليوم تبنى ولا امبارح تبنى ولا لا، من قديم مرت عليه حروب واشكال وكل شيء، مش هو تكون وصار ايه فعلا. طيب هي ذكرت قالت الاغاني العراقيه الخاصه بالمناسبات، يعني هناك همنا يعني الوطن العربي كله من نسمع عيد وحب هاي الليله خلاص نقول عيد، فانتم همنا يعني دائما تعتمدوها وتسمعوها؟ لا والله نسمعها، ايه نسمعها، بس كان نحن شويه كبتونس يعني الجو المصري شوي قريب علينا، فكنا نسمع يا ليله العيد
الله. اي هاي مثلا ايه بس ما تطلبوها مني لاني محبط. اي خلي نسمع منك اي شيء حلو شويه. اي فهذه اي اغنيه كانت حابين نسمع من عندك شيء عراقي يكون يعني مو شرط. راح اغني هم يعني عراقي. اي اوكي. حغني في اغنيه احنا كل التونسيين نحبها طبعا ونحن كتونس عنا بها ذكرى خاصه يعني شويه. هي اغنيه السيد اكيد المرحوم ناظم الغزالي. ميحانه ميحانه. اي فكلش نحبها فراح اغني. يلا نسمعها. تفضلي. البارحة بالحلم حبيبي بحضان بوستي من وشنتي وطفاني نيران. البارحة قلت له حبيبي اقترب حبيبي اقترب عوض لي حرماني هل تكبر مروتك تتركني وحداني. اموت 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 حسرة وقهر أموت حسرة وقهر لو لحظة تنساني لك أقبل بعيش بسجن لو أنت سجان. ميحانة 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 غابت شمسنا الحلوة حيك ألف رحمة على بيك هجول العذبوني هجول المرمروني على جسري المسير سيبوني على جسري المسير سيبوني. اتبغدد علينا واحنا من بغداد اتبغدد علينا واحنا من بغداد العب غير غزال الرافدين يزيد ما ينسى العب غيرها يا حضرة الأستاذ غزال الرافدين يزيد ما ينسى لملم هالشباك وروح يا صيا لملم هالشباك وروح يا صيا. الحب عاطفة ما هو غصب تتبغدد علينا واحنا من بغداد تتبغدد علينا واحنا من بغداد. صح لسانك المكس كلش حلو بين الاغاني. طبعا انا حابه شوي اسال عن العيد والاجواء العيد خاصه انت موجوده يمكن باربيل بعيده يمكن عن اهلك شلون شفتي الاجواء هنا أنا حلوه بالعيد؟ انت اسمان اول ما سالتيني قلت لك نايمه عيطت بالليل ما سويتي شيء يعني. لا شوفي العام كانت ماما معي يعني هون فسوينا اجواء مثل يعني عائله هيك شويه سويه مع بعض. فهي العيد رفعت تليفون خبرتهم عيطت على اصحابي كلهم على الناس كلها على العائله ورجعت نمت فبالليل عيطت. طيب يعني كان عندي حفلات اكلت شويه لحم هيك اي طبعا كان عندي حفلات وكان عندي شغل. سويتي العيد العيدين ويا الناس وبين اهلك؟ ايه لا هو كلهم اهلي هون طبعا انا هي بلدي يعني بلدي الثاني وانا كلش احبهم. شنو سمعتيهم من الاغاني خاصه حفله عيد؟ والله شوفي انا كيعني ممكن كل ما يسوي هي بيعرف فانا دائما اكثر شيء يطلبوه مني طربيات.
فاليوم المستمع يعني آراءه وذوقه يختلف، فكل من يحب شو زين نسمع من هذول اللي سمعتيهم للجمهور، احنا هم نريد حصتنا. شو بدك تسمعي؟ شوفي راح اسمعك اغنية هي من اول ما طلعت دائما يطلبوها من عندي، فالحمد لله انه صاحب الاغنية اصدقاء انا وياه. حلو. قلت لهم شي يوم راح يشتكي علي صارت باسمي مو باسم. هي اغنية هيك هيوة واجواء يعني. يلا. خيايري. كشخ بيك النار دهي والعالب اسمك ينحسد تجات وضلع الصدق لو دار وقته يا خياي خياي ظلمه وحكي خياي يا بس البتي كشخ فيك النار دهد والعقل اسمك ينحسب تجايت ودلع السيدك لو دار وقت وياي هذا عيوني وذو عيوني هذا الماترك ربع هذا الزلم أخو خيته لو هد ما حد يرجعه هذا عيوني وذو عيوني هذا الماترك ربع هذا الزلم أخو خيته لو هد ما حد يرجعه خياي زلمه مو حكي خياي يا مبتي البتي كشاف فيك النار دهد والعار اسمك ينحسب تجاي تودلع السيدك لو دار وقت وياي خيار. والله حقهم الجمهور يطلبون من عندك يعني كلش حلو عاشت صوتك. طبعا تحية لعيون صديقي الفنانة زيد حبيب. هو ما ضاج بعد ما شاف انه انت قاموا يطلبوها من عندك الاغنيه. لا اخر مره قال لي خلص رح تنزل لك عليها. قال خلص اخذيها لو اخذيها اخذيها خلص خلص اخذيها. زين همنا حابين نعرف شنو ان شاء الله قادمك الجديد؟ ان شاء الله اللي قادم ان شاء الله هذا الاسبوع اللي بده يفوت ان شاء الله رح اصور اغنيه تونسيه يعني اجواء تونسيه مع انه انا بدي ارجع ان شاء الله هالفتره على تونس ف ان شاء الله حبيبتي كمان بدي انه اوصل الاغنيه التونسيه ده احاول انه يعني وصلها هون ان شاء الله وبعد في عندي كمان ان شاء الله سنجل حلو احنا منتظريك طبعا اكيد طبعا احنا يعني تحمسنا خاصه هذه الاغنيه الاخيره يعني خلاص اجواء العيد فعلا فاحنا حابين تسمعينا شيء ثاني نفس الستايل هيوه ايه قريب شيء عليها من شوي كنت عم دندني لي اغنيه مصريه مو ايه حغني لك مصري يلا بيت الله نعم تفضلي اللي لو ورشي ما بينامشي ما بالك باب اللي عليه ملعون ابوك يا فقر يحوجني للاندال زليت عزيز النفس عشاء عديم المال ملعون ابوك يا عوزة زلت السؤال أتال لو لعبت يا زهر وتبدلت الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال لا روح لأول واحد احتجت له في سؤال كسر بخاطري ساعتها ويدوقني ديت الحال لعمل معاه الصحانة واسنده لو مال واقف جنبه في المحن واكون اكون طويل البال وكن طويل البال
عفن الفلوس الفلوس ما بتعملش رجال. الحوجة مرة الحوجة مرة ويا ما بهدلت أبطا. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. يمكن الأغاني المصرية هي كلش قريبة على القلب ودائما تكون هيك فرحة يعني. حتى الواحد إذا يكون ضايج تونس. تعرفي ليش يعني ولا ما حب يزعلون من هون مني؟ لأنه مصر كملت فيها شوية نقول نحن ثلاث شهور هيك شوية دراسة يعني. طبعاً نورتينا وصار العيد عيدين بوجودك ويانا. فعلاً شكراً لوجودك ويانا. شكراً لكم وإن شاء الله كل سنة وأنتم بخير وإن شاء الله أشوفكم يا رب بخير. ونشوفك بخير أيضاً إن شاء الله. ومسرات لكل العالم وأكيد تحية لي وباسم شعبي لعيون أحلى كردستان وأحلى العراق. شكراً لك نورتينا. شكراً لك.